شهدت محافظة نينوى خلال عام 2023 العديد من الأحداث السياسية والأمنية الهامة، كان أبرزها فاجعة قاعة الأعراس بالحمدانية التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. واستمر التضامن مع ضحايا الحادث ليصل إلى إلغاء الاحتفال بأعياد الميلاد بقرار من الكنيسة. الأهم اللي كان في محافظة نينوى واللي شهدته واللي تأثرت به جميع أطياف محافظة نينوى هو الحريق اللي نال قاعة الأعراس في منطقة الحمدانية اللي راح ضحيتها شهداء كثيرين بسبب الإهمال. أدى هذا الأمر حتى إلى ابتعاد كثير من الناس بعدم احتفال بأعياد رأس السنة الميلادي. على الصعيد السياسي، شهدت إدارة نينوى ضغوطات سياسية كبيرة أجبرت محافظها نجمة الجبوري على تقديم الاستقالة، كما شهدت المحافظة تغييرات شاملة بشكل السلطة من خلال ظهور وجوه جديدة في حكومة نينوى المحلية. على الصعيد السياسي، شهدت محافظة نينوى ضغوطات سياسية كبيرة أدت إلى إجبار محافظ نينوى على تقديم استقالته بعد أن حصل على استثناء من البرلمان العراقي بإعفائه بقانون المساءلة والعدالة. طبعا وهناك سيكون تغيير شامل للسلطة في نينوى بعد ظهور حكومة محلية ووجوه جديدة في الحكومة المحلية. أمنيا، شهدت المحافظة تغييرا في القيادات الأمنية في منصبي قيادة العمليات وقيادة الشرطة التي حققت إنجازات على صعيد الانفتاح الموسع مع قوات البيشمركة في سد الثغرات الأمنية وملاحقة عناصر داعش الإرهابي في المناطق المشتركة. بصراحة شهدت تغيير في القيادات على مستوى المحافظة كلها الأمنية، مثل قيادة العمليات وقيادة الشرطة، والتي حققت إنجاز على صعيد الانفتاح بالموثق مع قوات البيشمركة. عماد علي، ون نيوز، الموصل.